بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كبجم توتا وردف توتا تي في السنة بكجر تنتنقين ربي قيا إسنا ككبو ما شاء الله. رمضان كم الدبر ساجرت رمضان أولين ججبات تاجرتو ما شاء الله خيرت الراك التاجرة الرحيم وفيمة فتاجرة تكمان جال اللي خيني درنت إما إتفاجرة عبادان نتقونو صلاة تراويحة تؤوس صلاة سنة لقرقرة بايسو تو هنقر أكما رمضان قافج الكباسن تتجرة مولا فتار فاجرة وفهم دالو بولي ونكية ما شاء الله مي أكما بيكم وساقنتانكن تاتي ور رمضان جنني مكا شيء إرقى مقافنين بودة رمضان قويا تقر راجل كوي إلا هنگا أمات تاتي ونقر قراء تنبرسيف توتان اسم برانقا ورتي أرقما هرأس قنو الحمد لله تاتي ور رمضان قويا شنفة قيسة مال توتي جنني هنگا تو اي توكو كابني اسنيف يعني جرا خانا دروك قرو بلي ونك يوانين اسن يادة جيسو كابو توكو جرا النسمة لأنان سرعة الأيام قيانكن دفي دي مؤساتي أبلوان إسلامامي أكما سنة تيو لالي رمضاني إرقسيني والله حقيقة وأنا مريبو دين قدمو أرسيني أما يسيرا قنو رمضان ولا كاخي ستي أرقوني يتشل أقول ياقل لشان فائسة جيني جر دين قدمو سيني أما درو ولا كاخي نجر يتشل أبلوان كي كيوني دنيا قن تمشي كالخيال جان علمائين ما لي في جنان هند أبتو خائساتون أبا النبر مي نموتو إلى الأبليون إسلاما لأن قدو مسيني قنو قياقو لشان فاقي سجر قناف أبليون كي قيان هند أبتو قيان دي ماجرة قيا دي ماجرو خانا خيساتي نتي مال دبر فني جرة خيري أجباتا جرة والجال اللي خيني درنج ما دي ماجرة مو هنگ دراني چالا أفضل ديما جرا أفاقم الجبن وبلي ونكية سبحان الله خيسمتو نموني باقي إن رمضان قاف جلك أباسون أكا أجايبا ستي صلاة تراويحة ساتو سنة لقرا قرا باقي سورتي خلاص فريق قدك أبا قرو أسما جدو أسما جدو أسما جدو لا فتا رفو دندا خناف أبلي ونكية نتي أفاقف أنو الحمد لله رب ورجي رمضان خنا جراتي جي رمضان هر آخر جراتي قودخين يا ربي نقول إيه سومنو يتو عسين نوافي قوياقو لشان فارقين يجر وانتي أفكافة تمورتي ساتي تكو مالي جنان رمضان قوياقو لشان فا أسكيتين جرا إبادة قولو خيست فراو في زيارو خيست قوسو تخيري هجتو خيستي أكما رمضان قافة جالك أباساني مو لافتاتين لفجرا لافتا ياو جرمو بلي ونكي دتبا ياو جرمو درم مركانا نتفوفو جرم وفاقم عقمنو يوني في لافتا قد رفو جرم نتاتي بواتو كلين كويت بلي ونكي جواتا رفنو جواتا 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 رمضان خانا خيصة فرصة قدار وانتيف بلي ون إسلاما جيني رمضان ما أصي عليه الدكمنا وان بدي باي وبل السنة دي ليه الدكمنا وبلي وانكي نما في ربي بيتشان بينو جريت وتو الجنة جر سنون داو وفرارت أصول أف قم ربي دي بني عرارام ربي عرقتش أف جيني رمضانا تقرى قدال وبلي وانكي خانا تقرى نكون أكنو دراهين قبان نيف نوتي جباني جمني إبادة قكيسوك أم نايتو لا فتعرفو أنو رامبر باتشسو ما لف جنة خيسمتو جي خانو تي خيسة جرو كورنان كون كورنان عرارما جان إرقما ربي عليه الصلاة والسلام خاناف ديلي بلي سنون دا يا ربي خيني نو إيسي يا ربي نو إيسي جنني ربي خيني دعاي خلاني استغفار سبحان الله استغفر الله جنني ذكري لي قرا قرا بايسون أكام مرتي سالة ما لف جنان إرقما ربي عليه الصلاة والسلام واهدون ورسي سنجرا واهدو حديثة أنه في منجرا
Sadaqaa yoo maallaqa hin qabaannellee jechuudha waan gartee nuti goonee akka sadaqaatiin nu hisaabamtu nu himanii jiran jechuudha. Maaliif namoonni baay'een osoo hin qabeenya qabaadhee wallaahi ji'a Ramadaanaa kana keessa miskiina gargaaraatiin harka qalleeyyii cinaa dhaabbadhee sawaaba hedduu dalagadha jedhee yaadda. Yoo maallaqa yoo qabeenya hin qabaannes akka sadaqaatitti wanti siif hisaabamtu ergamaan Rabbii nuuf himee jira. مال جان ارغم ربي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله جتون صدقاتا سبحان الله جتون صدقاتا استغفر الله جتون صدقاتا كرتي سبحان الله قنا صدق اخنا وصول فجرت رمضان قنا خيس با يسر اكين دغني akka hin shawwadamneen isiniin jaawubbalee waan kiyya baay'isa karaa deemnus masjiida yaanus masjiida irraa yaanus ramadaanni kun baatii yookaan ji'a araaramaa waan ta'eef astaghfirullah subhaanallah walhamdulillah baay'isu qabna zikrii gosoota zikrii kamiyyuu taanaan salawaatas ergamaa rabbiitti rabbuusu qabna inumaa salawaata fa'aa ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam namni addunyaa tanarratti rabbiin rakkoo isaa hunda akka irraa kaasu barbaade narratti salawaata baay'isu jaanii jiran ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam ulamaayin akka jaanitti ammaas salawaata baay'isuun kun allahumma salli alaa muhammad salawaata baay'isuun qulfi gartee farajaati furmaataati rakkoo feetitti yoo jiraatte salawaata yoo jette rabbiin rakkoo saniin furmaata siif laata jechuun kanaaf salawaataa fi zikiriilee garaagaraa baay'isaa jirra moo hanga duraaniitti irra dadhabaa dhufaa jirra waan jedhamu haa xiinxallu sanaan booda immoo jabaachaa deemuun nurraa barbaachisa hanga ramadaanaatti warra jabaatetti fufu rabbiin waan godhu. Meewwama hundaafuu gama taate warra ramadaanaa guyyaa 15ffaatti haa tarru subhaanallah. Taateewwan Ramadaanaa guyyaa 15ffaatti yoo tarree akka lakkoofsa hijiraa waggaa 37 fudhachuu dandeenya. Bara kana keessa jechuudha Muhammad ilmi Abii Bakrii biyya Misraa dhufee biyya Misraa irratti kan inni aangawe yookaan kan inni aangoo itti qabatee ture waliyyi isaanii ta'e kan inni jechuudha. To'annaa isaa jala galfatee jechuudha biyya Misraa tanatti aangoo harkatee kan inni biyya Misraa irratti muudamee ture gabaabdumatti ji'a Ramadaanaa guyyaa 15ffaa guyyaa akka nuti keessa jirru kana akka lakkoofsa hijiraatitti ammoo waggaa 37 keessa ture jechuudha obboleewwan Islaamaa. Gama taateewwan Ramadaanaa guyyaa 15ffaa guyyaa akka irraa isa biraatti yoo tarree immoo akka lakkoofsa hijiraa waggaa 38 fudhachuu dandeenya. درسي خليصة خيصتي عبد الرحمن الداخلي نمجع أمور عاصف نتر أماس تاتي تكا خان إسا وجين أرقم تيتو جريتو لأ قجوا عراخنا خيصة خناس ولمان إلى الله جتشو عبد الرحمن الداخلي نكوني بيا إسا قديسي قم بيا أندلس gaafni inni baqate bahaara qaxxaamuree gaafni inni biyya andolositti baqate subhaanallah guyyaa akka arra keessa jirru kana ture jechuudha. Maaliif baqate yennaan Sayfii Abbaasiyyootaa Sayfii mootummaan Abbaasiyyootaa mootummaa Umayyootaa irra tarkaanfii isaan fudhatan irraa kan ka'e uummata hunda warra Umayyoota ta'e hunda fixaa turte. Ummata Abbaasiyyoota kana dheefa kan inni bahaara qaxxaamuree gama biyya Andalus imale guyyaa akka irraa Ramadaana gaafa 15 kanaa jechuudha obboleewwan kiyya. Gama taateewwan Ramadaana guyyaa 15ffaa kan biraatti haa tarru akka lakkoofsa hijiraa waggaa 584 keessa taatee argame ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Taateen kun maal jennaan asaliibiyyoota egaa uummata kaafiraati. Isaan kun yusallimuuna qal'aata sabd. Qal'aa yookaan kaampii waraanaa guddaadha sabdiin kun jechuudha. Qal'aa guddoo sabdii jechuudha kan isaan
أجاجا ورانا صلاح الدين الأيوبي بكما رجع إني واي سيناقصة صلاح الدين الأيوبي نما جبات وري نما جكنا لقاسني في دين ربي تيب أبدي توري صليبيوني قلا إساني قلا صفدا كان إسان موتما جكنا صلاح الدين أرك قايني تورن ويا أكرر خنا قصة توري صلاح الدين الأيوبي ويا خنا إسان أرك فوري تورا قلا خنا تورا إسان أرك فوري إسانس قلا خنا وانقول أن دبني خن إسان صلاح الدين الأيوبي تركب سسان صلاح الدين الأيوبي قبل تسيسان ويا أكرر خنا توري تورا دوبا صلاح الدين الأيوبي نما جقنا يسرين جلئتين توري صلاح الدين الأيوبي قلعة صفداتن أكرمت لافتت أك خنات فرأتي أسوين تاني جقن ما إساتين خن يتولا وانتو تغرغرات تو أرغمي توري ركولي غرغرا تي توري سن هنداو إن جفتت جقن ما في أبسك أبون قلعتنا متحرك كافرا خيصة فولو دنداي جرايتو لتوانا إساني خيصة باسي توانا إساجلة قلتو دنداي جرايتو دوبا صلاح الدين الأيوبين قافة بيتنا كبت وانتا كبر باتش سارقان درسي وندرتو قاساتين ولا صلاح الدين الأيوبين قافة بيتنا قلعة صفدة قلعة صفدة تنا قافة أرما كافرة جلا باسي توانا إساجلة قلتو أمتا إشي خيصة جلو هنداف نجيا أكي إسان أركتن hojjatee ture jechuudha samaha nama hundaaf dhiifama godhe jechuudha akka isaan nagayaan jiraatan akka isaan nagayaan bobba'anii galan jiruuf jireenya taligaa isaanii hunda akka isaan ooffatan jechuudha akkuma ummata musliimaatti akka isaan olii gayyaan jechuudha akka rakkoon takka isaanirra hin geenye isaan eegaa ture jechuudha oromo san hundaa hin xuune jechuudha maaliif jennaan kana jechuudha haqaaf deema waan ta'eef nama badii hin qabne hundaa'uu galaafatuun dogoggora waan ta'eef isaanumaafu maal godhaa ture nageenyi isaanii kabachiisaa ture jechuudha eenyu salaaxuddiin al-ayyuubiin rabbiin jazaa isaanii ummata muslimaa irraa haa kafalu gama taate warra ramadaana guyyaa 15 kan biraatti yoo tarree taate akka lakkoofsa hijiraatti waggaa 1224 keessa argamtee fudhachuu dandeenya. Waggaa kana keessa jechuudha maaltu ta'e jennaan dowlaa yookaan mootummaan Uthmaaniyyoota Ruusiyaa harka ishee jalatti kan isheen galfattee turte guyyaa 15 kana keessa jechuudha. Maarakaa kam keessatti jennaan Taatariija maarakaa jedhamu waraana dowlaa jechuudha Taatariija jedhamu irratti erga waraanni wal afaan deebi'ee jechuudha. Egaa waraana jechuudha Taatariija jedhamu irratti erga wal waraananiin booda jechuudha mootummaan Uthmaaniyyoota injifannoo guddaa goonfatuudhaan Ruusiyaa kana harka isaa jala galfachuu danda'ee jira jechuudha. Egaa taateen kun kan argame guyyaa 15 kan akka irra keessa jirru kana jechuudha. Walumaa galatti obboleewwan kiyya jiini ramadaanaa taateewwan hedduu dabarsee jira. Taateewwan isaa kana hundaa'u takka takkatti inshaAllah keessallee bal'achu baannu waan takka takka wajjin ilaallaa jennee sagantaa kana isin qopheessinee jirra. Har'aaf garuu taatee ramadaana guyyaa 15 isin dhiyeessuudhaaf kan nuti qabannee dhiyaanne taateen nuti qabannee dhiyaanne. Kanuma ilaan gaammaatti daawwachaa turtan kana inshaAllah guyyaa itti aanummoo guyyaa 16ffaa maaltu akka argamee maaltu akka ta'e caalima akkamfaatu dhalate akkasuma ammallee caalima akkamfaatu guyyaa 16ffaa keessa taran fi wantoota kana ta'e gabaabdumatti taateewwan ramadaana guyyaa 16ffaa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.